بس ما طلع ادوار البثوات دي بقى. الله ايه يا استاذ سمير؟ اسمع ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلصي عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت نسايه يا استاذ سمير دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وهو طالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون؟ اخلصي. انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري. تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها القصاص ها جملتك دلوقتي اه انت بتعمل معايا كده ليه؟ جمله انت بتعمل معايا كده ليه يا ذوق كذابه؟ الفلوس عمت عينيك يا كلبه يا دور. يا انت تمير انت تمير انزل عند تحت انزل نام على وشك. أنا على إيه؟ على وشك وشي؟ آه أنا باثق فيك خلاص؟ يا حبيبي ده تمثيل عشان حماس. ما أنا خايف التمثيل يقلب حماس. ما أنت لك أنت نام على وشك. هنام على وشي خلاص وتسحف وتمسك رجلي. أنت لازم تموتي، لازم تتخنقي، أنت سبب المصايب، أنت مش بنتي، أنت مش بنتي، أنت بنت. والله يا أستاذ كمل كمل بنت. بتروح مني ساعات. بنت أختك بنت أختك بنت أختك ولا بنت؟ ما ينفعش عشان الخط ده. بنت بنت السلطان؟ أوعي. الله ايه ده يا استاذ سمير؟ ايه؟ ايه ده؟ ما شاء الله ده حلو قوي. عجبك؟ اه ده متن ايه ده؟ ها؟ متن ايه؟ قلتلك يا مجرمه. استاذ سمير استنى التليفون تليفون. الو ايوه دي الشركه بتاعتك. يبقى لا شركه بلا بتاع ما انا عمال افهمك انت عايز تقول انت حر بقى. اهلا اهلا يا حبيبي. لا الورق زي الفل. الراجل بتاعكو عندي. ده راجل طيب قوي قوي. بيبص في كل حته في الشقه الا انا. نعم؟ الفيلم؟ ليه؟ لا 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 والله لا. انا شخصيا كنت هعتذر يعني بس زي ما تقول محرج شويه. يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهمك. انا تحت امره. مع السلامة. يلا بقى نكمل بروفة بقى يا أستاذ سمير. يلا نكمل بروفة بقى اللي هو إيه؟ إيه؟ الفيلم. بح. إيه ده خلاص؟ صورناه كده خلاص هينزل إمتى؟ خلاص؟ طب ليه؟ أنا مش عايز فلوس. أنا عايز أسمع تسقيف الناس. عايز أشوف نظرات الحب والإعجاب اللي بتتابع